يوم جديد يجمعنا بكم يا أهلنا أهل المدينة، إن شاء الله دائما تكونون بخير وصحة وسلامة. الله بالخير. نبدي دائما بالعناوين. غير قادرين على تسديد هكذا مبالغ. اعتصام أصحاب المحطات الأهلية في بغداد. نشاطات علمية لإحدى الثانويات المتميزة في البصرة. فلاح الأنبار يعلنون مدينتهم منكوبة زراعيا. نحب دائما نذكركم بطرق التواصل مع برنامجنا، عندنا الجوجل بلاس وعندنا التويتر وايضا ايميل اهل المدينه. اكيد جات وصلنا على الكثير من الرسائل، نشكر مشاركاتكم ونشكر مقترحاتكم، وان شاء الله نبقى متواصلين دائما من خلال يعني صفحاتنا ايضا الشخصيه ومن خلال صفحه اهل المدينه. هسه نجي لاخبار اهل المدينه. مجموعه كبيره من اصحاب المحطات الاهليه الخاصه ببيع النفط والغاز اعتصموا امام مبنى وزاره النفط، لان عندهم مشاكل تخص البنود اللي ابرموها والعقود اللي ابرموها مع وزاره النفط. يعني هي المشكله انه اكو عقود بيناتهم، معناتها اكو شروط واكو كل واحد عليه حقوق، ليش هسه صار اكو تناقض بحيث انه صار الضمانات ارتفعت من 5 مليون الى 100 مليون، اعتقد انه يعني المبلغ ارتفع بشكل خرافي جدا، وانا اتصور انه المحطات الاهليه حتى لو كان بها بعض المشاكل بس هي وفرت فرص عمل للكثير من العاطلين، فالمفروض انه احنا يعني نشجعهم او انه نساعدهم حتى تبقى مستمره بالعمل، شوفوا الاستطلاع ونرجع. ما نعد كل الرجال رجال وتحوش العلي، ولا نعد كل الرجال رجال تقضي المشكلة، اكو بيهم راس خيط ومرجلة اكو بيهم راس خيط ومرجلة الماء ومحلولة لو قالوا يم محلولة 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 لو قالوا يم نحن وكلاء ساحات الغاز والنفط نعاني من مشاكل عديدة، منها العمولة وإجور النقل، ومنها بنود العقد وبنود العقد بنود إذعان وبنود عديدة، وبالإضافة إلى ذلك بالنسبة إلى الضمانات في وزارة النفط رفعها من 5 ملايين إلى 100 مليون، ومعظم وكلاء ساحات الغاز والنفط غير قادرين على 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 غير قادرين على تسديد هكذا مبالغ. ما نشتغل شهرين ثلاثة يجهزني بدرب واحد بالشهر، عندي 5-6 عمال بالسيارة، سايق وعامل وشريك. زين احنا من قعدنا انا وين اروح؟ انا ما عندي لا شغل لا عمل لا مصلحة اخرى، ويجي حاسبني بالشهر اذا ما حملت، من يفتح النفط بالشتاء؟ بالشهر اذا ما حملت درب واحد راسا يسجل عليه غرامه ومخالفه، 3 مخالفات يلغي العقد مالي. يعني على مود ربع دينار يطلع الهويه يقول انا بوزاره النفط هسه اشيل تليفون اسد المحطه. أيه. على مود ربع دينار، يعني احنا عايشين على هاي ربع دينار من المحطات الاهليه، واحنا لا راتب ولا وصار لنا 3 أشهر من مقدمين على التعيين مال بوزر شيء لحد الان ما طالع، بس الشخصيات ليش ب 70 واقعين دون العدول؟ هاي مؤجره وفق عقود ومده، فهاي المحطات المؤجره قامت شركه توزيع المنتوجات النفطيه بسحبها. من تنسحب هاي المحطه، من تنسحب نسبه العمال الموجودين المشتغلين بها، تصير افواج من البطاله، تسريع افواج من البطاله. هم الدوله تدري تعاني من البطاله وتحسين الاقتصاد البلد وكذا، زين بهالحاله لا سحبوها الايرادات شنو؟ بينما كانت المحطات مؤجره مستثمره ايرادات للدوله وقاضي يعني عمال عندها وفنيين تشتغل، فمن تسحبها يعني ما معناته تسوين احنا؟ عمال كلها بالشارع. ظل عمال كلها بالشارع. اخي احنا بالنسبه هاي المحطات الاهليه خادمه اولا للناس الفقراء، يعني احنا من الناس، اكو محطه يمنا قريب على مجمع سكني، مهجرين متعذبين متعففين، خلف الله على الرجل ابو البنزين خانه دائما يرسل شباب تشتغل بهذا المجمع، بهاي البنزين خانه من المجمع، واحنا ناس مهجرين، عرفت شلون؟
يعني يوميا 60 70 عامل يشتغل بيها هاي. يعني هاي وين تروح؟ يقولون يعني هاي شبابنا احنا ناس كبار ودنوجه بيهم ودنجيب لهم العمل وخلف الله على الرجل ابو البازيخانه نروح نترجاو ويشغل هاي الشباب. زين هنا بطلوهم يعني وين يروح؟ هاي فرصه للارهاب يا اخي. ان شاء الله هذه المشكلة تنحل. ويعني حقيقة يعني هاي المحطات مشغلة هواية ناس صح. يعني البطالة موجودة فهيك مكانات توفر شغل لهواية شباب. بعدها من 5 الى يعني 5 مليون 100 مليون مبلغ كبير مين يجيبونه للمحطات الاهلية؟ هم هم ناس قاعدين على باب الله. صحيح. الله يساعدهم. هسه عندنا اتصال ويا مراسلنا عبد السميع عزاوي. رحب بك يا عبد السميع. صباح الخير. صباح الخير نضال. صباح الخير يا اهلا ومرحبا بك. سمعنا انه اسعار الخضر والفواكه عندكم كلش مرتفعه، شنو الموضوع؟ نعم يعني هي تقريبا كانت عندنا جوله يوم امس بالاسواق بمدينه سامراء حتى في مدن تكريت الدور، الملاحظ انه اسعار الفواكه والخضر بارتفاع يعني متزايد يوم بعد يوم. يعني اسعار الطماطه تقريبا من 2000 الى ربع الى 2000 كذلك، يعني حتى الفلفل البطاطا. يعني احنا سالنا اكثر من شخص، سالنا اصحاب المحال اكدوا انه يعني الموضوع كل الاسواق تنتظر ان تنزل يعني الطماطه العراقيه اللي قد تكون تؤدي الى انخفاض بالاسعار. الملاحظه انه كل المحاصيل الموجوده بالاسواق هي محاصيل مستوردة أما من سوريا أو من إيران. يعني الشيء الملفت للنظر أنه عندما شهدت الأسواق العراقية ارتفاع بأسعار الفواكه والخضر أيام انعقاد القمة العربية، كل الآراء تؤكد أن السبب في ذلك هو غلق الحدود ومنع الاستيراد. لكن بعد ما انعقدت القمة العربية قرر مجلس الوزراء أنه يسمح للتجار باستيراد المحاصيل الزراعية. يعني الأمور طبيعية هسه المفروض، يعني ليش ده تصعد؟ هو هذا الشيء اللي المحير والملفت للنظر. عندما مجلس الوزراء سمح باستيراد المحاصيل الزراعية سواء الفواكه أو الخضر، يعني المفروض أن يعني تقوم بتدني كبير للأسعار، لكن الأسعار بدأت ترتفع يعني من الأسبوع الأخير تقريبا. يعني أصحاب العلاوي أو القواطع كلها تأكد أنه الفواكه والخضر مستوردة وده السعر يزيد يوم بعد يوم. هذا يثقل مثل ما تعرفون يثقل كاهل المواطن. طيب يعني المواطن اللي يروح للسوق ياخذ 10,000 ما تجيب له شيء 10,000. زين عبد السميع الناس شنو رايها؟ زين جاي تشتري، لو ما تشتري لو تشتري بكميات قليله يعني شلون جاي يسوقون هسه الناس؟ هو هذا الشيء يعني القى بظلاله على يعني على المواطن. المواطن بدل ما يشتري اكثر من كيلو من الطماطم او اكثر من كيلو من البطاطا او من الفلفل او من الخيار، هذا راح يأثر على المائدة العراقية. ما كان ما يشتري له كيلو وين أو ثلاثة راح يبدي يشتري كيلو أو نص كيلو. يعني كيلو طماطم بألفين كنا نعرف أنه معاتنا ما تكفي الكيلو والكيلو وين حتى تطبخ. صح. يعني هذا أثر بشكل كبير على المائدة العراقية. رجعنا كأننا حصار اقتصادي، يعني زمن الحصار ونفس الشيء الناس تقتصد. والمشكلة أنه المحاصيل مستوردة مالية السوق، يعني هو هذا الشيء اللي مدوخ كل العالم. طبعا. زين ما راح تتلف إذا ما تشتريها، راح تتلف وهم يطلعون بخسارة أهل العلوات. نعم. زين احكي لنا زين الكهرباء شلونها؟ طبعا يعني مع اول موجه من موجات الحر يعني الكهرباء بدات تتاثر. بعد ما كانت تقريبا 8 ساعات باليوم بدا القطع، يعني التجهيز بدا يضعف. تقريبا صارت من 6 الى 5 ساعات مع اول موجه من موجات الحر. زين. وطبعا اصحاب المولدات اي واحد يعني ينسال يقول لك انا لحد الان ما حد بلغني اشغل تشغيل صيفي او اشغل تشغيل ليلي، ولحد الان بعد حصه يعني الغاز ما استلمناها. ويعني انا حتى اشوف ساعات التشغيل ضعفت، يعني كانت مثلا من الساعه 12 منتصف النهار للساعه 3 او 3:30 حتى للأربعة، حاليا صارت من الساعه 1:30 للساعه 3 او للساعه 2:30 بعد الظهر. هذا الشيء يعني هذا الناس يعني مستقبل الصيف استقبال مو جيد.
إذا طيب أهل المولدات متعودين كل سنة أن يجيلهم تبليغ رسمي من مجلس محافظة مثلا؟ طبعا أصحاب المولدات مرتبطين ارتباط بلجنة الطاقة أو لجنة النفط في المجالس البلدية بالأحياء والنواحي. أصحاب المولدات يأكدون أنه لحد الآن ما استلموا حصة إضافية أو ما استلموا الوقود المجاني المعمول به بالسنة الماضية. السنة الماضية صارت تقريبا بالشهر الخامس أو الرابع والخامس والسادس أضيف إلى الشهر السابع. يعني الموضوع إحنا استقبلنا الحر قبل حوالي أسبوع أو 10 أيام من الآن، ساعات التشغيل قلت وساعات تشغيل المولد أيضا قلت. الوطني يعني والمولد أيضا. زين خلاص شوي نطلع نغير جو. أعطينا فاطمة أنا سمعت الباقة. إحنا أنا هسا أحكي وياكم، أنا تقريبا منطقة في قرية تسمى قرية اللقلق. زين. قرية اللقلق يعني تبعد عن مدينة سكريت حوالي 40 كيلومتر شمالا، يعني باتجاه مدينة الكركوك أو الحويجة. جينا نبحث عن شخص اسمه عبد الرحمن العبيد. هذا الشخص أو هذا الشاب تزوج من امرأتين في ليلة واحدة. هذا تأثيرك يا سمعنا هيك شيء انه متزوج اثنين بنفس الوقت. نعم احنا حاليا انا والمصور محمود مصورنا في صلاح الدين وصلنا قرية اللقلق لنبحث عن الشاب، وعثرنا عليه قبل حوالي 5 دقائق. تبين انه شاب يسكن في قرية يعيش مزارع، يعني يعيش على مهنة الزراعة. استفسرنا من عنده يعني عن الموضوع، اكد انه هو كان يعني عاقد قران على بنت عمه، وبعدين صارت له رغبه ببنت ثانيه او بامراه ثانيه، فقنع بنت عمه وعقد قران على المراه الثانيه اللي هي بنت عم ابوه، وتزوجني بليله واحده. يعني بالحفله صارت وحده، عروستين بحفله واحده. عروستين بحفل واحد، وحتى يقول اخذتها للصالون يعني بسياره واحده، وكل الناس تبحث عن العريسين وتطرح له عريس واحد. عبد السميع يعني اهم شيء سولف لي ويا العروسه الاولى والثانيه، يعني شلون احنا اجل راح نصور كل الاطراف. سلم عليه هو يعني مبارك راح يسوون. احنا راح نسوي هسه احنا يعني دعايه فش دعايه، هسه كل الرجال تزوج اثنين في ليله واحده اقتصاديا احسن. طبعا يعني اكد على انه هو موقف شجاع، يعني موقف مو صادق، ويأكد انه هو على يعني كان يعشق الفتاتين وقنعهن وتزوجهن بليله واحده. عبد السميع انا حتى ما اقتنع في الموضوع، صار لي واقف يمه مو مقتنع في الموضوع. ما اعرف والله، يعني الله يساعده، انا اقول الله يساعده والله يساعده. ننتظر التقرير من عندك عبد السميع ان شاء الله، يعني كلش اريد نشوف هذا الموضوع. ان شاء الله يوصلكم قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. واكيد المدينه مشوقه اكيد، بس لا مو بدي اشوف هذا الموضوع سهل الواحد يصدق. زين نروح للانبار. لا مو للانبار، الى البصره. للبصره. الى البصره اكو مجموعه من النشاطات العلميه حقيقه. انا من شفت التقرير يعني اثلج قلبي. قامت به مجموعه من طالبات ثانويه المتميزات بالبصره. هذه النشاطات تخص الفيزياء والكيمياء، يعني ما شاء الله عليهم بنات مبدعات. من تتوفر لهم الاجواء المناسبه نشوفهم يقومون باختراعات وابداعات كثيره. هاي اللي انت اثرتيه هسه واثرناه قبل ما ندخل البرنامج، انه هو لانه ثانويه متميزه فانت قلتي بها مختبرات، وبالتالي الانسان يقدر يبدا، لان المدارس الثانيه الاعتياديه ما بها مختبرات. حتى لو اكو شخص مبدع ما يقدر يبدع ولا يقدر ينتج فتشي او ابتكارات او اختراعات. اكو جهاز راح تشوفونه بعدين نرجع نعلق عنه، شوفونه نرجع. اليوم اجتنا دعوة من مدرسة المتميزات في مدينة البصرة، واحدة من المدارس صراحة نقولها الرائدة والمفخرة إلى هذه المدينة. سنويا تقبل ما شاء الله كلية الطب عدد كبير، والهندسة من هؤلاء البنات السبعيات اللي يرفدن المجتمع العراقي بالكثير من الأشياء الممتازة. اليوم سوينا دعوة لوجود نشاطات علمية اشترك بها الأستاذ مع الطالبات، أحياء كيمياء فيزياء، تنقلنا ما بين هذه المختبرات وشفنا ما درسنا البنات من الكتب
تعلمنا براكتس عملي وعندهم بعض براءات الاختراع. خلينا نشوف هنا. مرحبا استاذ العزيز، شو انا صحه اسمك كامل؟ علاء حسن، ثاني مكتب متميزات البصره. ونعم بك استاذ علاء، سمعنا انك انت مسؤول قسم الكيمياء. نعم. اوكي، قل لي الاشياء اللي سوونها البنات وانتم سويتوها اليوم وقدمتوه، يعني واحده من الاشياء اللي لفتت نظري الاحبار السريه. خلينا نحكي عن الاحبار السريه. مرحبا، شو انا صحه انت بالاحبار السريه؟ شنو اليوم مخابرات صوتك؟ تذكريني مسلسل رفت الهجان. رفت الهجان نعم. شنو بال شو اسمه بالتلفزيون نشوف رفت الهجان. نعم. خلينا نشوف البنيه جاي يسوي بالضبط. احنا بالنسبه للاليه اللي موجوده، اكو بعض الدلائل اللي احنا بالكيمياء نستخدمها ضمن الواقع العملي، بالاضافه الى احبار سريه. يعني هذا الحبر السري هو من عمل يدوي، يعني مو احبار مثل ما تقول جاهزه، وانما بعض المواد الكيميائيه نجمعها حتى نعمل من عتها فد ماده معينه. من تتفاعل ويا بعض الكواشف اللي موجوده راح تظهر الاليه اللي كان مكتوب بها اصلا، يعني هي بالبدايه ما تبين. يعني نعم. اكو بعض الاوراق اللي عندنا هسه حاليا إيه. نعم يعني بالبدايه هنا كانت متميزات البصره. نعم. يعني هسه احنا عندنا هاي مال مرحبا بالضيوف الكرام. نعم. بالبدايه كانت الورقه انه بيضاء. نعم. يعني ما بيها اي علامه تدل انه فد شيء مكتوب. نعم. باستخدام الدليل اللي موجود، واحنا اسماء الدلائل يعني كل ماده وموجود عليها اسم الدليل، يعني أزرق. هذا الدليل ازرق. نعم. نعم. يظهر باللون الازرق، او اذا كان اخضر يظهر باللون الاخضر او الوردي، يعني حسب الالوان اللي موجوده ضمن الدلائل. فهاي الاحبار السريه يعني سبق انه احنا متعاملين وياها قبل، يعني كتعامل غير مباشر نسمع بها انه نعم. اكفت حبر سري او فد شيء. احنا حاليا نقلنا للطلاب بشكل عملي، يعني واقع انه الطالب يشتغل بيتج هذا الشيء، انه الكتابات اللي موجوده الغير ظاهريه في البنات ساعدنك بنات؟ طبعا احنا خليه واحده. الفكره انه هو جهاز فوتوغرافي. نعم. يحتوي على خليه فوتو. بس بسطينا عم شنو جهاز الفوتوغرافي يعني؟ يعني يحتوي على مجسات عفية. تتحسس الاجسام القريبه منها. نعم. ونستخدمه بترشيد الماء. اوكي، يعني مثل الغاسل اللي نلقاها بالفنادق في خارج العراق. اوكي، ومكان ما احنا نفتح الترومبا على مصراعيها او الحنفيه على مصراعيها او نضرب ماي زايد. بعد صراحه ما جديد يعني هنا هذه لازم نخليها بالكهرباء. هي عملها استاذ. نعم. فوتو هاي الخليه إيه؟ وهنا اكو بطاريه. نعم. فننطي شحن كهرباء من اي سي لدي سي. صبت ماي وهذا الخزان ماي. اي الخزان ضعيف هو. نعم. قوي بس هاي تحسس ايدي انا اوخرها تنقطع الماء. اوكي، نحتاج هذه الاليه. انت عندك نيه تطورين هذا الموضوع يعني بالسوق تطرحينه مثلا؟ ان شاء الله. يعني تطرحينه ان شاء الله. يعني احنا نقول بدلا من بلدنا يستورد من الصين ومن مناشئ اخرى مثل هذه المغاسل، عندنا نور الهدى تعلن انه هي صاحبه اختراع وتعلن الى جميع الاجهزه او الباعه المواد الصحيه او الشركات اللي يريد هذا الاختراع هو ايضا معروض معروض للبيع ايضا نقدر نقول التسويق. شو تقولين على مصيرنا من الرهده؟ شنو شركات ومؤسسه يا مثلا شو تقولي؟ ان شاء الله. اوكي، شكرا لكم. شكرا لكم ست لمياء، مرحبا. تعالي يمي هنا، انت معاونه المدرسه. نعم. احكي لي هذا النشاط الاول الثاني اللي تسوونه؟ لا، كل سنه. كل سنه نسوي. شلون الاليه مع التصوير؟ الاليه من بدايه السنه يبدي النشاط مثل خليه النحل يعني. نعم. المدرسه ما شاء الله يعني مدرسين بكل يعني اخلاص وتفاني ويا الطالبات. نعم. فد همة كلش عالية يعني. أخباركم طيبة ما شاء الله. الحمد لله وشكرا. احنا نشجعكم أيضا. يعني همة كلش قوية، تشوف قلب على قلب، ومديرة المدرسة رائعة بصراحة. انتي همين المعاونة. تسلم لها. شكرا. والإدارة مديرها وبعدين هاي. بعدين الكل 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 ان شاء الله. شكرا لكم. طبعا بنا شكرا لكم جزيلا اليوم على هذه الفرصة. كنا موجودين أو كنا موجودين في أحد مدارس البصرة للمتميزات، هي الوحيدة مو؟ نعم. الوحيدة، وشفنا هذه البراءات الاختراع وشفنا هذا المخ الحلو اللي طلع مثل هذه السلع والبضائع. ونقول إن شاء الله نلتقيكم جولة أخرى لبرنامج أهل المدينة. يعني شفتي جهاز ترشيد استهلاك الماء، يعني هو قديم موجود هسه في كل الدول يستخدمونه، يعني انه هو نظافه صحيا احسن وللاستهلاك، لان اكو ناس تترك الحنفيه او البوري مفتوح وتطلع. لكن اذا يجينا شلون بالكهرباء؟ يعني اذا ماكو كهرباء ماكو ماء نغسل. احنا نغسل ندش الكهرباء، فاعتقد هذا كلش بيفيدنا احنا. والقضيه الثانيه الاطفال، على الاطفال يصير استهلاك بالماء لانه يصير لعبه. يصير لعبه فعلا يعني. فاحنا من تصير الكهرباء اوكي 100% لا نجيبها ونحطها ببيوتنا اكيد. زين هسه نرجع لمواضيعنا. الفلاح من يزرع الارض باي محصول، هذا الموضوع يكلفه ماديا وما ننسى التعب، لانه اكو وقت وتعب يبذله الفلاح من لحظه ما يخلي البذور بالارض الى ان يجي وقت انه يجني محصوله.
لكن بالأنبار الفلاحين زرعوا وتعبوا وراقبوا زرعهم وباقي شهر واحد على حصاد الحنطة. لكن اللي صار للأسف اللي صار أنه هم طلبوا أكو يعني مياه زايدة ظهر في أحد الأنهار، فطلبوا هم من المسؤولين من وزارة الموارد المائية أنه لا يفتحون المجرى عليهم لأنه هذا يأثر على الحنطة وبالتالي تموت الحنطة. لكن اللي صار عكس هذا تماما. شوفوا الاستطلاع ونرجع نعلق أكثر. نحن نطالب الحكومة العراقية بأن تنظر علينا بعين العطف وتشوف هذا الزرع اللي احنا سويناه، لا لينا ليل ولا نهارنا نهار، نقضي الليل كله نسقي وخسرنا بذورات وخسرنا أسمدة والنهار كله والليل واحنا سهرانين احنا وأطفالنا وعوايننا، وتعالوا انظروا شوفوا الزرع هذا بعينكم ايش صار، والنتيجة هسه حدم علينا المي وغرقونا، احنا وين نروح؟ لمن نتجه؟ والحكومة تقول احنا نساعد الفلاح بأي طريقة تساعدنا، تجيب المي علينا وتغرقه، بقى شهر شهر ونص عن الحصاد ما قدروا يستقنون في مكان آخر، يهدونا على الرزازة يهدونا على غير مكان، ظلوا مبتالين إلى أن غرقونا، احنا وين نروح السعينة؟ وين نتقبل على أي ديرة؟ تعالوا شوفوا الناس معنا، والله لو مو عيب لا يقولون شكل على شكل السعينة. السنة عندنا جاء زيادة مي وناشدنا المسؤولين، ناشدنا الأعضاء البرلماني الموجودين، يابا أنتوا عندكم بسد حديثة ترى مجال فخلونا نحصد وبعدين هدونا المي، ناشدناهم إلى حد ما طلعنا من عندهم شيء. فنهد الماء انكسر الطابور، كان عندنا طابور مسوينا طابور ذاتي فمسوينا انكسر علينا الطابور وغرق زرعنا اللي تشوفونه هذا، واصبحت اليوم اصبحت اني اقول هسه انا اقدر اتجرأ واقول محافظه الانبار منكوبه زراعيه. فنرجو من الحكومه ان تنظر بنظر العطف على هاي الفلاح اللي هو البذور من 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 جيب الخاص والاسمده وال فطعم يعني هسه انا اقول لك كسر. احنا نحب نوصل رساله للموارد المائيه، يعني احنا نعرف بين الجدوى الاقتصادية هي اهم حالة عند الانسان العراقي حاليا، واحنا جاي نشوف العام يوم 13/5 بهذا الوقت احنا صدرنا للدولة العراقية وللسايلو بالرمادي الاف الاطنان من الحنطة، هسه ما بقى اقل من شهر ممكن نصدر الاف الاطنان من الحنطة. المشكلة اللي صارت هسه احنا بدنا نوصل هاي الرسالة للموارد المائية، زين هسه هذا الفلاح اللي خسر ملايين الدنانير من الحنطة من البذور من الكراب من كل وتعبه وسهرة بالليالي وبالسقي وبالأخير كل هاي الأمور ينضرب بيها الفلاح عرض الحائط. احنا كان بإمكان ان نزيد من القوة الاقتصادية لهاي المحافظة لهذا البلد، ولكن للأسف لقينا اعتراض قوي. المشكلة هنا هسه شنو؟ المي يدوب تحرك غرق المزروعات كلها والمي وقف، يعني كان بالامكان من هاي الدوله من السايلو من الموارد المائيه تمشي المي على نهر الفرات للجنوب، ايضا الجنوب بها مزارعين، كان بالامكان تحول المي الى الرزازه، الحلول كانت موجوده، واحنا نعرف بان الاهم ثم المهم، الاهم كان المفروض الجدوى الاقتصاديه للمحافظه والدوله العراقيه. الله يكون بعون كل الفلاحين اللي زرعوا هذه الحنطة وانتظروها من لحظة ما خلوا البذور بالأرض إلى أن إجا وقت حصادها، ويعني اللي صار قال لكم شهر واحد انتظروا، يعني لو منتظرين ليش حرامات هذا الزرع كله راح؟ يعني ما أعرف هم طالبين من هنا. أنا أعتقد أنه أهل المفروض يعني أهل وزارة الموارد المائية المفروض هم أصلا يجون يقولون ترى إحنا راح، يعني أنتوا عندكم محاصيل أنت تحصدون
هذا المفروض اي يعني مثلا هالشكل تاريخ قول لهم ما يمتى تحصدون حتى احنا نجي نفتح المجرى حتى يروح الماي لانه يعني راح يتلف المحاصيل الزراعيه. ما معقول الناس جاي تتوسل كانت بوزاره الموارد المائيه وبالمسؤولين يا جماعه يعني ما اعرف هل هو اكو ايادي خفيه تريد فعلا انه تنهار ينهار الاقتصاد البلد لان هم الفلاح مو الا زارع وما راح ياكل هو واطفاله، هذا اقتصاد بلد، هذا جاي هم يصدرون الاف الاطنان من الحنطه، يعني احنا ليش انا جاي اسمع انه احنا نستورد حنطه، ليش نستورد اذا احنا جاي نزرع وحنطه اصليه وعراقيه وزينه وجاي يتعب عليها الفلاح من يزرع زرع يبقى ينتظره مثل ابنه يوميا الصبح يطلع ويزي ويحط يعني حتى كل حرقه يعني هذا الرجل الكبير بالعمر يقول بدي اطلع من اشد جداشتي واطلع اقوى الشكل يعني ترى حتى حرام انه احنا نأذي العالم، الفلاح ما مدعوم من كل النواحي ما مدعوم ببلدنا، بالعكس احنا جايين حاربه، احنا جايين نقول له يا ضعوف الفلاحه وروح لغير مكان، جاي يصير جندي وشرطي، زين المفروض احنا نشجعه، ما اعرف يعني هذا البلد ليش جاي يحارب الطاقات اللي جاي تشتغل، خاصه موضوع الزراعه، حتى ارض السواد يعني ما معقول احنا هالشكل جاي نخرب بلدنا. لو اكو مناطق واراضي تشكو من الجفاف تقول يا بفتحوا لنا نهر عادنا تلاحظين ماكو حل اكو شيء اكو جفاف يعني ما في فرق يعني معناتها انه اكو ايادي خفيه خلي انا اعتقد المسؤولين لازم توقف وتشوف شنو الموضوع منو هاي الايادي الخفيه اللي جاي لو تصير جفاف لو يصير فيضان وبالحالتين الفلاح المتضرر والبلد متضرر، البلد متضرر هذا، انا اعتقد الفلاحين بعد السنه الجايه ما يزرعون، ما يتورطون ويزرعون يبقى على شهر واحد يتوسلون بالمسؤولين في سبيل انه يقطعون خطايا، هم مسوين سد يعني حتى يخففون من الماء لكن هذا السد هم مسوين بيديهم فانهار وعبرت المياه، الله يساعدهم وانا اتمنى انه يصير لهم تعويض على الاقل نفسي، يجي لهم مسؤول ويقول لهم يا باللي صار خطا من عندنا ما قدرنا يعني انه نتفادى هذا الخطا ونعوضهم نفسيا وماديا حتى السنه الجايه نشجعهم ان يزرعون من جديد حنطه لان احنا نستفاد من عندها، ليش نستورد ونذب اموالنا على يعني على على حنطه مستورده قد تكون مو ذيك يجوز تطلع فاسده بعد يومين نذبها، نتمنى انه تنحل المشكله هاي وترجع الزراعه كما كانت مثل قبل. سأروح الى كركوك، جراجات الغسل، غسل السيارات والتشحيم، صارت هذه المحلات موجوده بكل المناطق، يعني اعتقد يعني حتى اللي عنده سياره يعني نوبات يعني يتعاجز بالبيت يغسل سيارته، او اذا كانت بالاخص اذا كانت السياره عاليه فيفضل ان يوديها الى هذه الجراجات. بكركوك صدر امر من مجلس المحافظه انه هذه الجراجات تنغلق ويفتحون محلاتهم بالحي الصناعي اللي يبعد 15 كيلومتر عن مركز المحافظه. انا راح اسال سؤال انه هم اذا هم فعلا يعني استجابوا لهذا القرار هل لهم تعويض مادي يعني ويروحون لان هذا خسر عليها فلوس ومبالغ محلات محلات واخذ معناته اخذ اجازه انه هو راح هل راح يتم تعويضهم؟ شوف الناس شنو تحكي بألم ونرجع. اليوم احنا في احدى جراجات الغسل والتشحيم، هناك قرار من مجلس المحافظة بغلق جميع جراجات الغسل والتشحيم في مدينة كركوك ونقلها الى المنطقة الصناعية، المنطقة الصناعية تبعد 15 كيلو جنوب مدينة كركوك، يعني كل الغسولات داخل المدينة، يعني من يطلعون الخارج المحافظة، خارج المحافظة الموظف يجي بالثنتين او بالثلاثة يطلع من الدوام وين يلحق يروح يجي لهنا للحي الصناعي ويغسل فصعبة عليهم يعني، واكو هواية يعني موظفات هم يعني يغسلن سياراتنا هنا بالجراجات. عوائل؟ نعم عوائل تجي تغسل بالجراجات مالتنا فصعبة عليهم يعني ان يروحون هناك او يغسلن بالبيت داخل البيت، صعبة يعني الطريق بعيد، السيطرة شوية تأخير وأكثرية الموظفات يعني تجي بالثنتين ونص بثلاثة تحل من الدوام مالها تروح تغسل سيارة بالحي الصناعي، صعبة عليها يعني داخل المدينة جيد يعني تقدر واحنا يعني ناشد المسؤولين خلي يحطون علينا شروط، حالنا حال المطاعم حالنا حال القصابين يعني اللجان تطلع نريد منكم كذا مواصفات بالغسولات اذا خالفنا هل شو اسمه الشروط يعزلونا. يجيكم يعني موظفات يجيكم هاي موظفات ويعني والله من سمعوا بهذا الخبر حيل هنا
وايجار زين. يعني الموظفه شو يوديها للحي الصناعي؟ والسياره هو ليش يوديها للحي الصناعي؟ يريد يغسلها، غسلها ورجع، من يغسلها ويرجع راح نفس الحاله، يعني ما مغسول السياره. بس سجاده ما سجاده مو شغل في السيارات. يغسلون سجاد يعني فراش؟ هذا مال مال بيوت عوائج، يجيب هنا سجاجيد يعني هاي شوف اكثر هاي سجاجيد هنا نغسلها، يعني مو بس شغل السيارات. فهناك اكو واحد مثلا يعني يروح من الحي الصناعي يغسل سجادته يرجع؟ ماكو صح ولا لا؟ فاحنا هذا نطالب السيد المحافظ انه يعني هذا المكان يعني اشوفه لائق وما بي فتشي. يعني قالوا على مد البير ما يساله، حفرنا بير يعني الحمد لله، والتنكر جاني يشتري شرايه ومي، فهي هاي الشغله يعني الحمد لله. ما انت عامل؟ عامل. كذا يوم يتبع؟ 110. 10. اذا راحت الحي الصناعي راح تاثر عليكم؟ والله وايد تاثر علينا. من اول شيء مصاريف كروه، وثاني شيء ازدحام مال السيطره يعني بس ساعه تصل جراجك، وثالث شيء الظرف الامني بالحي الصناعي. يعني شو اقول لك؟ مو الوضع يعني زين. يعني اعتقد اذا هاي الجراجات انتقلت الى الحي الصناعي يمكن الناس بعد تبطل تغسل سياراتها. يعني هم انقطع رزقهم خطيه، ناس بيها هم عمال، هم موفره فرص عمل، ما اعرف. هم اكو واحد اقترح خوش اقتراح، قال خلينا نبقى نفس المكان على انه يسوون لنا شروط، تطلع لجنه تسوي شروط مثل حالنا حال المطاعم. صحيح يعني خوش فكره، في حاله اي مخالفه لهم الحق انه يغلقوا، انطوهم انذار وبعدين ينتقلون. بس ناس مسوين، يعني انا اعتقد مو سهله هي موضوع الانابيب وصرف المياه والمكان والمكان، هذا كله خساره. يعني هل راح يتم تعويضهم من الحي الصناعي؟ وهم حسب ما قال الحي الصناعي راح يطينون ويرجعون، فما واحد يعني راجع من خلينا نقول موظف او موظفه يروحون الحي الصناعي. موظفه تقدر تفوت الحي الصناعي؟ اي هم صحيح، هم صحيح يعني صعبه كلش عليها. فهذا تعودوا عليه. بعدين هو بس مو بس يغسلوا سياراتهم، حسب ما قالوا حتى السجاد او مفروشات عندهم بالبيت يقدرون يغسلونها. يعني يروح الحي الصناعي، اكو واحد اخذ زوليته يروح الحي الصناعي يعني ما معقوله. فيا ريت انه لهم فعلا يعني تطلع اللجنه تكشف على المكان على الموقع، اذا كانت متوفره كل الشروط انه هو يكون جراج للغسل وتشحيم يا ريت يبقى، وتنطون عليهم يعني تملون شروطكم عليهم، وبعدين اذا خالفوا يابا فعلا يعني لازم يشيلون واحنا نكون وياكم. فيا ريت يا رب هم ايضا تنحل مشكلتهم، لان خطيه يعني عوائل وناس متدمره، وما نريد احنا نزيد المشاكل. يعني احنا اردت احنا نحاول نقلل المشاكل، يعني مثلا نقولوا لهم مثلا يعني استهلاك كهرباء استهلاك ماء هو نفس الشيء، شو بيروح الحي الصناعي نفس الشيء. يا ريت تنحل مشكلتهم باسرع وقت، ونسمع انه كل الناس مستقره وهادئه، انت مستقر يمتى نعيش حياتك يمتى تطلع. احنا اخبارنا اهل المدينه نقول والله اكو مهرجان، اكو افتتاح مؤتمر، اكو مسرحيه. افراح اهل المدينه نقول لكم فعلا يعني نريد يعني نغير، لانه فعلا موضوع المعاناه موضوع سوء الخدمات. انا اتمنى انه في يوم من الايام اقدم حلقه ما بها سوء خدمات. اي فعلا يعني انت ذكرتي مال دياله، قلتي حلمي وين رايح بيا مكان. انا شفتيه شيء مأساة مأساة يعني فعلا. ظل يعني يمكن من اللقطات اللي ظلت ببالي من المره كبيره دور بالزباله اللي هي محترقه، وما يدرون انه دخان النفايات تسبب سرطان. يعني هاي الناس ما فعلا هم قالوا احنا ناخذ الفلوس منا ونصرفه منا. الله يساعد الناس، الله يساعد اهل المدينه يا رب دائما على الخير. بس نحب نذكركم بطرق التواصل مع برنامجنا، لا تنسوا عندنا الجوجل بلاس، وايضا عندنا التويتر، وايضا عندنا ايميل اهل المدينه، وايضا عندنا هواتفنا. يعني هواتفنا حتى شغاله ورا ما ينتهي البرنامج. تقدرون تتصلون. احنا ذكرنا دياله، خلينا نستقبل حلمي. اهلا ومرحبا بك حلمي. هلا وسهلا، الحمد لله بخير، شلونك انت؟ هلا وهلا وهلا بدار الوطن. الله يخليك، شنو اخبار اهلنا في دياله؟ والله مثال اليوم انا كنت مشروع بنفس يعني مركز دياله، كان هذا المشروع تقييم نعرف الانسان، كان مشروع حلو، وانا كنت هناك اصور لاهل المدينه. نعم. الناس فرحانه بي، ويعني اكو مشاريع تبشر على خير ان شاء الله المحافظه ان شاء الله. يعني طبعا الانجاز ان شاء الله راح تبدي به العام 2012، وقلت الميزانيه طوال الخصوص البارحه زين، وكان يعني بالاجماع على التصويت على المشاريع.
وكان تسمية 28 مليار خصوصا في محافظة ديالى. يا الله. بالنسبة إلى مشاريعها يعني اللي راح تنجز إن شاء الله لعام 2012 إن شاء الله. اللي ما تنجز لعام 2011 كان هناك يعني أيضا بالنسبة لها استحقاقات من الميزانية هاي. اه يا رب. أيضا. نعم. هذه حادثة طبعا قصة كبيرة من الشركة الشركة عيد الكلام اللي قلته حتى نستوعبه. نعم مثلا هو بتصل بي وانا صباحا اليوم اي نعم من شركة القادسية هاي الدارة يعني فيها اكثر من 500 موظف نعم تريد على منطقة الجامعة الباطون وقفت بالكامل هي منطقة الحي والنقرة بحوادث كونكريتية يعني ايضا ما يقدرون يوصلوا دايرتهم عن طريق الحوادث اللي وضعوها يعني امامهم يعني بعد الحصار عليهم بعدهم منها مثلا سمعت باخبارنا انه كان هناك اكو حصار عليهم حوادث كونكريتيه وتفتيش وغيرها بعد الحد الان موجود؟ لحد الان الحصار والحوادث الكونكريتيه لم ترفع عنهم ولحد الان هم في مشكله طبعا يعانون من مشاكل كثيره من ناحيه التسوق من ناحيه وصول المدارس من ناحيه العمل من ناحيه الطلاب اللي يجون من المدارس ايضا عندهم مشكله جديده من موظفين الشركة القادسية 500 موظف نضال 500 موظف ما يقدر يدخل هل نضال راح تكون شفت واحد الدائري طبعا هي ايضا قالت لي يعني لازم اوصل صوتي عن طريقكم في الثلاث الشرقية خصوص الاهالي اللي يعني مشكلتهم مشكلة يعني ناس انعزلت عن العالم الصفات الكونكريتية والحوادث مشكلة مثال يعني مشكلة اي صحيح هاي الحوادث الله يرعي تمر صاحب باقرب وقت يعني امس كنا احنا نقرا خبر بالصحافة انه الحوادث بدت تنشال من بغداد يعني شنو خذوها راح ودوها لديالة احنا ريتها تنشال من العراق ونخلص من عندها يعني شكرا شكرا لك حلمي طبعا اليوم مراسلين عيال بدنا نتصل به هم دؤوبين يعني يشتغلون تقارير ما شاء الله المدينة. احنا هم نعتذر خاصه هي مش هي صح فعلا يعني ان شاء الله انه فعلا هاي الحوادث الكونكريتيه تنشال من دياله ويرجعون الى وظائفهم لانه يعني جايه مدارس خطيه بالله الموظف يمكن يعذرونه لكن اهل الامتحانات ما يقدرون يعذرونهم هذا كل ما عندنا اليوم اللي يخص المدينة وأهلها نشكر كل من تابعنا وندعو إن شاء الله نشوفكم على خير في أمان الله